طيب، اول امبارح كان في حكم من الكاس المحكمه الرياضيه برفض طعن النادي الاهلي بعدم اختصاص الكاس بنظر قضيه عبد الله السعيد مع النادي الاهلي. انتوا عارفين انه كان في حكم الاهلي واخده من مركز التسويه والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. القصه اللي حضراتكم كلكم عارفينها، ولكن الان الكاس او المحكمه الرياضيه تنظر في هذه القضيه. معايا عبر الهاتف الان لتوضيحات اكثر الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد. يا فندم مساء الخير، مشرف ومنور. مساء النور كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن نفهم اكتر ايه الوضع الان، الوضع بالنسبه لهذه القضيه، احنا واقفين فين دلوقتي؟ هو اللي حصل مؤخرا هو ان المحكمه السويسريه الفيدراليه، ودي اعلى جهه قضائيه في سويسرا، اصدرت حكم برفض الاستئناف اللي النادي الاهلي كان رفعه ضد حكم التمهيدي بتاع محكمه الكاس، المحكمه الرياضيه الدوليه، باختصاصها بنظر دعوى عبد الله ضد التحكيم الرياضي المصري. وبالتالي معنى كده ان المحكمه السويسريه الفيدراليه اقرت بان الحكم القرار اللي كان طالع من مركز تسويه التحكيم المصري نهائي. وبما ما كانش المفروض يتم الحجز على امال عبد الله، او يتم تقديم صيغه تنفيذيه على حجز على امال عبد الله في البنوك. دي نقطه. النقطه الثانيه ان المحكمه قضت ان الاهلي يدفع تعويض لعبد الله عن اتعاب المحاماه وعن المصاريف اللي تكبدت في الاستئناف ده فعليا. دعوه للكاس لنظر الدعوه واصدار حكم ان شاء الله متوقع ان هو يصدر خلال الشهرين الجايين، متوقع على المستوى الدولي. على المستوى المحلي بالنسبه للحجز اللي حصل على امال عبد الله، فاحنا رافعين دعاوى لرفع الحجز البطلان عبر التنفيذ امام المحاكم المصريه، وهي متداوله حاليا، ومن المتوقع برضو انها ان شاء الله يصدر فيها احكام نهائيه في خلال الشهرين الجايين. عظيم. طيب، متوقع ايه بقى من الكاس المحكمه الرياضيه الدوليه؟ هل ستبطل الحكم؟ هل ستؤيد حكم النادي الاهلي؟ تتوقع ليه؟ احنا مقدمين قدام الكاس طلبات موضوعيه بان احنا يعني طلباتنا الموضوعيه طبعا هي بطلان حكم مركز قرار مركز تسويه التحكيم الرياضي اللي قضى الدولار، وبتعويض دين برضه تعويض عبد الله عن الاضرار الماديه والادبيه اللي لحقت بيه نتيجه طبعا اللي حصل في السنتين اللي فاتوا دول. بعد طبعا ما حصل الحجز كمان في الصيف اللي فات، المفروض ان التعويض ده يتم مراجعته لان في اضرار ماديه لحقت باللاعب نتيجه الحجز على امال. رقم محدد في القضيه في طلباتكم؟ رقم محدد؟ يعني هو رقم محدد بس طبعا متغير، لان زي ما بقول لحضرتك في امور جدت في الفتره اللي فاتت بعد الحجز على امواله. وده بقى ده طلبات قدام المحكمه طبعا ما اقدرش نتكلم عنها لان دي امور طبعا متداوله امام القضاء. مفهوم. الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.